بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئه الى فخامه الرئيس الدكتور بشار الاسد رئيس الجمهوريه العربيه السوريه الشقيقه بمناسبه ذكرى عيد الجلاء لبلاده، كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئه مماثله الى معالي المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس وزراء الجمهوريه العربيه السوريه.